العودة إلى العاصمة أنجمان، التقى صباح اليوم رئيس الحكومة بايمي باتاكي ألبير مع سفراء مجلس الأمن الدولي الذين يقومون بجولة إلى دول حوض بحيرة تشاد. تقرير حسن درمود. وصلت إلى تشاد بعثة مندوبي مجلس الأمن الدولي التي تضم سفراء الدول الأعضاء 15 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي جاءت للوقوف على وضع اللاجئين والنازحين في منطقة حوض بحيرة تشاد. كما تشمل جولة سفراء مجلس الأمن 4 دول، وهي تشاد والكاميرون وجمهورية نيجيريا الفيدرالية وجمهورية النيجر. وخلال زيارتها لتشاد اجتمعت هذه البعثة مع معالي رئيس الحكومة باهيمي باتاكي ألبير بحضور بعض من أعضاء الحكومة ومعاوني رئيس الوزراء، حيث تباحث معهم حول مهمة البعثة إلى تشاد. رئيس الوزراء قدم كلمة الترحيب التي شكر فيها مجلس الأمن باسم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باسمه القاز، وأكد لهم أن رئيس الجمهورية كان بوده أن يستقبل هذه البعثة شخصيا، ولكنه قد قام بمهمة طارئة. رئيس الوزراء تباحث معهم حول القضايا الإنسانية والأمنية في حوض بحيرة تشاد. رئيس البعثة سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن أشاد بجهود الحكومة التشادية المبذولة في إطار مواجهة الأعمال الإجرامية، وقال إن الأزمة الإنسانية في بحيرة تشاد هي أزمة منسية، لذلك لتسليط الضوء على هذه الأزمة وتشجيع المانحين والمجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة لتقديم الدعم. كما أشاد بالعملية الإصلاحية التي تنتهجها تشاد في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون مكافحة الفقر، وأن مكافحة الإرهاب هي نضال من أجل حقوق الإنسان. أما سفير فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي من جهته قال أن الأزمة الإنسانية في بحيرة تشاد تشكل أولوية بالنسبة لفرنسا، لأنها لم تجد إلا اهتماما كافي من المجتمع الدولي، وأضاف أن تشاد شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب وفاعلا أساسيا لاستتباب الأمن والاستقرار في إفريقيا. ونشير إلى أن زيارة سفراء مجلس الأمن ترمي إلى لفتة الانتباه إلى الأزمات الإنسانية والهجمات المتطرفة والتغيرات المناخية التي تشهدها منطقة بحيرة تشاد. في حديثه للوفد قال رئيس الحكومة بايمي باتاكي ألبير إن زيارة هذا الوفد يؤكد اهتمام المجتمع الدولي ورغبته في دعم جهود حكومات الدول في مكافحة الإرهاب. نتابع ما جاء في حديث رئيس الحكومة. إن برنامج وهدف زيارتكم يتوافق بالتأكيد مع اهتمامات حكومتي، ففي هذا السياق فإنني أعبر عن سعادتي مقدما بالنتائج التي ستتمخض عنها هذه الزيارة. إن تقييم الوضع الأمني والاستراتيجيات والتدابير المتخذة لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعة بوكو حرام وتشجيع حكومات دول الإقليم في جهودها لمكافحة الإرهاب يعتبر اهتماما من المجتمع الدولي ورغبة منه للمساهمة في تخفيف الآثار والنتائج المترتبة على الأعمال الوحشية التي ارتكبتها هذه الجماعة الإرهابية. وبالنسبة لتشاد فإن تكاليف عمليات مكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد بعيدا عن الجوانب الإنسانية والأمنية كانت ضخمة، وعلى الصعيد الاقتصادي فإن تشاد كانت تصدر إلى نيجيريا جزءا من مواشيها التي تقدر ب 100 مليون رأس. لسوء الحظ فإن هذه الإمكانات المستغلة لم تصدر منذ عام 2015، كما أن تدفق النشاط التجاري بين البلدين أصبح شبه متجمد بسبب أعمال جماعة بوكو حرام في المناطق التي كانت تعد في السابق ممرا لإيصال المواشي، الأمر الذي أثر سلبا على موارد الموازنة العامة. وفي سياق الاضطراب الذي يشهده الإقليم والمتمثل في العنف وزيادة التوتر، فإن الشعوب المنكوبة في الدول المجاورة
وجدت الترحيب والاستقبال في بلادنا، مما جعل تشاد صمام الأمان والاستقرار في الإقليم. إن التحديات التي تواجهها تشاد ودول حوض بحيرة تشاد هي تحديات مشتركة في جميع أنحاء العالم، ولكنها تدار في ظروف هشة للغاية. وأضاف رئيس الوزراء بايمي باتاكا ألبير بأن تشاد التي دفعت ثمنا باهظا في إطار مكافحة الإرهاب وانتظرت دعما صريحا من المجتمع الدولي الذي تحرك متأخرا مطالبا مجلس الأمن بدعم القوى المشتركة متعددة الجنسيات لمكافحة الإرهاب في بحيرة في حوض بحيرة تشاد. نستمع إلى ما جاء في حديث رئيس الحكومة. إن تشاد تدفع ثمنا باهظا في هذا الوضع، وهي تواجه مشاكل اجتماعية بسبب الأعباء الثقيلة للعمليات العسكرية وتوفير الرعاية للاجئين. لقد انتظرنا دعما صريحا من المجتمع الدولي منذ بداية هذه المأساة، إلا أن التحرك جاء متأخرا، كما أن جميع تكاليف الاستقبال ورعاية وإسكان اللاجئين تقع بشكل شبه كلي على عاتق الدولة التشادية وبعض المنظمات وبدعم متقطع من بعض وكالات الأمم المتحدة. إن العمليات العسكرية الحالية والحوادث الأمنية، الهجمات ضد القرى، سرقة البهائم والألغام والذخائر غير المتفجرة خاصة في المناطق الحدودية مع النيجر ونيجيريا ما زالت تتسبب في نزوح الأشخاص الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف في منطقة بول بإقليم البحيرة، مما أثر على المجتمع المحلي. إن الوضع الإنساني مأساوي، فعلاوة على اللاجئين والنازحين بسبب الأزمة في دارفور وأفريقيا الوسطى، فإن تشاد تعيش وضعا جديدا بسبب الجرائم التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام في هذا الإقليم. لقد أحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 4 مليون شخص بحاجة إلى الدعم. باختصار، إن العبء الاقتصادي لهذا التهديد على تشاد وباقي دول الإقليم يزداد صعوبة على التحمل، وبالتالي بات من الضروري اليوم أن يقدم مجلس الأمن الدولي دعما متعددا لأداة المكافحة الموجودة في بحيرة تشاد والمتمثلة في القوى المشتركة متعددة الجنسيات. إن البرنامج السياسي للحكومة التي أقودها يولي اهتماما خاصا بالوضع في هذه المنطقة، وأشير إلى أن داعش تكثف من محاولات التنسيق مع بوكو حرام في الوقت الذي بلغت فيه إمكانياتنا للتدخل العسكري ذروتها. وفي نفس السياق، فإن الجنوب الليبي يمثل تهديدا حقيقيا لتشاد وأفريقيا جنوب الصحراء. أنتهز هذه السانحة وأجدد الشكر الخالص باسم رئيس الجمهورية وباسم الشعب التشادي للأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها في الميدان على الدعم الذي تقدمه في مجال المساعدات الإنسانية وتوطيد السلام والأمن الغذائي والتنمية المستدامة في تشاد. De la sécurité alimentaire et du développement durable au Tchad.